بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا فيكم في المحاضرة التاسعة من دورة الأوتوكاد التنفيذية. تكلمنا في المحاضرات السابقة عن رسم المساقط، وتكلمنا عن أهمية لوحات المساقط التنفيذية والبيانات والمعلومات الأساسية الواجب توفرها في كل لوحة. في هذه المحاضرة حنتكلم عن جزء آخر مهم، وهو الواجهات الخارجية. أنا ما حركز كثير في الرسم لأن الرسم ما صار مشكلة، وما حتكلم عن تصميم الواجهة لأنه مو موضوع الدورة، لكن حشرح بشكل سريع كيفية رسم الواجهة بالإسقاط. عشان أرسم الواجهة أنا محتاج جميع المساقط المعمارية. حشوف هذه المساقط عندي، الأرضي والأول والسطح. هاخد الجدران. أنا مش محتاج كل هذا. المحاور ممكن خلّم الحين، بعدين بنرجع لها. مش محتاج الأبعاد، مش محتاج خط القطاع، التكست أنا ما أحتاجه، كل الأمور الزخرفية هذه أنا ما أحتاجها. أنا محتاج حوائط بس. هاخد هذا وهذا. أوكي، ومكان الكراج بأخذ منه نسخة. نفس الطريقة بحاول أخفي بعض العناصر اللي حتسوي لي زحمة في مسقط الدور الأول. هحتاج بس العمود الخارجيين. أوكي، وأخذ منه نسخة ونسخة. أوكي، ونسخة من مسقط السطح زي ما قلنا لايرون. انتر. خلينا ننظف الملف شوية. اوكي، طيب انا هرسم الواجهة الرئيسية. الواجهة الرئيسية اللي هي على الشارع، اللي هي انا اتجاه الشمال لفوق، فاذا الواجهة الشرقية هي الواجهة الرئيسية. اذا انا حقلب RO Enter، حقلب حدور المساقط هذه، وبعدين أنا ما عندي بروز هنا، فبركب بقية المساقط على نفس الخط. انت حر، انت ممكن تاخذ نص المسقط وتقطع الجزء اللي فوق هذا، ما احتاجه عشان تقلل بس حجم الرسم. لكن وممكن كمان ان انا هسوي خط اللي هو خط الارض، خط اسقاط حنسقط منه عناصر الواجهة. ممكن ان الدور الاول اخلي تحت الخط، بحيث ان من هنا انزل خطوط الدور الارضي ومن تحت انزل خطوط الدور الاول، وهكذا. يعني ترتيب المساقط ما هو مشكلة. طيب انا محتاج انزل خطوط السور. اوكي، لو قلنا ارتفاع السور 260، أبدأ بالجدران. الخارجية اللي تحصر لي المبنى. قبل هذا المفروض أحدد المناسيب. أنا عندي هنا 3 درجات، عندي الارتفاع هنا 45، إذا منسوب الدور الأرضي على ارتفاع 45، إذا O Enter 0.45.
إذا هذا الخط هذا عبارة عن منسوب صفر صفر أو منسوب الأرض، هذا هو منسوب الدور الأرضي. إحنا قلنا عندنا 20 درجة، ارتفاع الدرجة 16 سنتي، حيعطيني دور بارتفاع 320. حقول أو 320، إنتر. إذا هذا الخط هو سقف الدور الأرضي وهو أرضية الدور الأول. أوكي. طيب أنا كده حددت ارتفاع الأدوار، هحتاج أحدد ارتفاع الدور الأول اللي هو كمان 320، وبعدين عند السطح عادة نخليه 1.5 متر. اوكي. بعدين عندي بيت الدرج اللي هو في المنطقة هذه، حيكون ممكن اخليه 1.20 متر. كده انا حددت الادوار. هنزل خطوط الدور الارضي، هنزل النافذة هذه، خليني اعطيه لون عشان نميز. ممكن ابدا انزل هذا الخط، هذا الخط خلاص انا عارف ان النافذة عندي محصورة في المنطقة هذه. عادة يتم عمل جلسة عمل جلسة النافذة على ارتفاع يختلف حسب التصميم، لكن ممكن اقول انه 90 سنتي. ممكن انزل 1 متر من فوق او 1.20 متر حسب التصميم، حسب تصميم الوجه. اهم شيء اني اكون بعيد عن هذا الخط. طبعا ارتفاع الدور هذا طبعا حيبان في القطاع اكثر. انا عندي لو افترضنا ان سماكة السقف 30 سنتي، انا اخذ الارتفاعات من ارضية الدور الأرضي إلى أرضية الدور الأول. أوكي، أتمنى ما ننسى المعلومة هذه، حتكون واضحة في القطاع. أهم شيء إن أنا لما أرسم أكون بعيد عن خط السقف. طيب كده أنا حددت مكان النافذة. طبعا أنا قلت أنا ما حتكلم عن التصميم، كل واحد حر بعدين يشوف كيف حيحاول يظهر المشروع. عندي الباب هذا، لو انا عارف كم بعده 1.60 متر، ممكن انا انزل من الوسط واخذ 80. كده انا حددت مكان الباب في الدور الارضي. وزي ما قلنا الابواب اوريدي عادة في بلوكات جاهزة للابواب، بتاخذ الباب بالحجم والعرض المناسب وتحطه في المنطقة هذه. عادة طبعا الابواب تكون على ارتفاع 210 الى 220 او حتى 200. الباب على منسوب الدور الأرضي، لأن أنا عندي هنا درج. خلينا ننزل الدرج. الدرج 45 معناها ان ارتفاعها 15 سنتي.
السماكة للأرض. طبعا عادة الخطوط هذه طبعا ما تكون كده، عادة هو خط بيكون خط متقطع. ممكن استخدم الخط هذا، ممكن أشوف العناصر اللي باقي. يعني في عندي طبعا سلمة عند الباب، هذا معناه أن هذا هيكون على ارتفاع 15 سنتي، وعندي سلمة على ارتفاع 15. يعتمد على المصمم. في أشكال نوافذ موجودة، المفروض يكون كل واحد عنده أصلا أشكاله الخاصة فيه. طيب الخطين دول أنا عارف إنهم مستمرين، أنا ما عندي بروز في المنطقة هذه، إذن هم مستمرين إلى الدور السطح، ولكن تصميم السطح أنا عندي الجزء هذا أعلى من الجزء هذا، فأنا احنا قلنا هذا الأرضي، هذا الأول، وهذا السطح، وهذا الكورنيش. ممكن أطلع عنه ممكن 60 سنتي، 60 سنتي لتحت. ممكن انا اعتمد اتفق انه لما يكون عندي كسرة في الواجهة ممكن اظهرها باني استخدم هاتش بشكل خطوط، يعطيني احساس انه في شامفر هنا في المنطقة هذه. كمان الدرج لو كان بشكل دائري، او هنا المنطقة هذه دائرية، انا بعطي تهشيرات معينة تعطيني شكل او ايحاء الجزء الدائري. طيب المفروض هذا حيكون طبعا لما نشوف الواجهة وهي جاهزة حنفهم بعض الأمور أكثر. واضح إن النافذة هذه اتكررت عندي في الدور اللي فوق زي ما هي، أوكي. بمعنى إن السقف في المنطقة هذه أقل انخفاضا من كورنيش السطح. عندي هنا هنا أنا عندي بروز وعندي نافذة صغيرة، طبعا أنت حتتفنن لأنك حتنزل
هذا وحتنزل الجزء هذا وتحاول توضحه بشكل منظوري في الواجهة. دائما ارتفاعات النوافذ المفروض تكون نفس الارتفاع. هذا مكان نافذة في الدور الأول، ولكن أنا عندي بروز. البروز أنا عندي قلنا هذا الخط في 30 سنتي تحت، أنا ممكن هي 30 سنتي اللي إنه من بعد 30 سنتي، فأنا عندي بروز في المنطقة هذه. البروز حيبدأ معايا من هنا، هذا الجزء قلنا مش بارز. عندي هنا في الوسط فوق عندي الجزء هذا، اوكي الى بشكل سريع بس لتوضيح طريقة الإسقاط، وبعدين هنزل أنا عندي هذا مرتد وهذا مرتد، أوكي إذا هذا الخطوة اللي هيكون هيظهر في الدور الأرضي كمان. عندي من الغرفة اللي هنا أو اللي هي مجلس النساء في المنطقة هذه بارز، وبرضه في الدور الأول الغرفة اللي فوق كمان بارزة.
تحدد أماكن عناصر الواجهة تبدأ تعمل التصميم تبعك، حتسوي كورنيش هنا بشكل معين، حتضيف الأعمدة اللي موجودة هنا. في عندي كمان بروز، الجزء هذا بارز، حتشوف هل حتخليه بارز من عند البلاطة هذه أو أعلى، يعني كله يعتمد على حسب تصميم الواجهة. ممكن حتلاقي نوافذ جاهزة، تأخذ النوافذ تحطها هنا، أبواب جاهزة تركبها هنا وبس. تعالوا طيب نشوف شكل الواجهة بعد ما خلصنا موضوع الإسقاط. هذه الواجهة احنا قلنا اسقطناها بشكل طبيعي، بس بعدين يختلف الديزاين، ممكن تلاقي نوافذ زي هذه. مثل ما قلت انا عادة التهشير العمودي يعطيني احساس انه في شنفر هنا او كسر. هذا شكل الكورنيش المستخدم هنا، انت حر بامكانك تستخدم اي شكل اخر، بامكانك توحد اشكال النوافذ. الاعمدة موجود نماذج منها كثيرة، اما تصمم نمو عمودك الخاص او انك تاخذ بلوكات جاهزة وتحطها في الواجهة. اوكي طيب تعالوا نشوف كيف ممكن احول هذه الواجهة الى واجهة تنفيذية. اول شيء خلونا نعرف اهمية لوحة الواجهة، ومن خلالها هتعرف البيانات او المعلومات اللي المفروض اني ابينها في الواجهة. أهمية لوحة الواجهة إنها حتحدد لي التشطيبات الخارجية، هعرف التشطيب المستخدم في الجزء هذا مثلا من أي مادة. كمان الواجهة مهمة في معرفة أشكال وأماكن الفتحات، زي ما شوفنا في الإسقاط أماكن الفتحات، نوافذ، أبواب، شبابيك اللي هي النوافذ يعني وغيرها. وبالتالي هعرف شكل المداخل الرئيسية، والحعرف كمان شكل المداخل الثانوية والمداخل الخدمية طبعا لما نرسم بقية الواجهات. الواجهة حتبين الأجزاء البارزة زي هذا الجزء البارز، والأجزاء الغاطسة زي هذا الجزء. أعتقد ممكن نشبهها بالمناسيب في المسقط التنفيذي، يعني الأجزاء الأقرب إلى الناظر والأجزاء الأبعد. حتى يتم كمان المفروض وانا ارسم الواجهة المفروض انه سماكة الخطوط تختلف، الاجزاء البعيدة سماكة اقل والاجزاء القريبة تكون سماكة خطوطها اعلى او اثخن. كمان الواجهة هتوضح لي ارتفاعات المبنى وفي نفس الوقت مدى ملائمتها لقوانين وانظمة البلد. يعني مثلا في السعودية هتلاقوا معظم الفلل او المباني السكنية ما تزيد عن دورين، هذه هي اشتراطات البلدية هناك. لكن اكيد طبعا انه في بعض المناطق، والحقيقة نادرة في اعتقادي، ممكن تسمح باكثر من دورين. اخيرا الواجهة حتنفعني طبعا في حساب الكميات وتقدير كلفة المبنى. طيب انا حنظف الواجهة من اللي فيها وارجع لكم. انا بعدت الالوان والتهشير بس عشان نشوف الواجهة وبرجعها بعدين. طبعا اذا كان في الوان فهو افضل كاظهار، لكن في التنفيذية عادة ما في موضوع الالوان هذا مش موجود. طيب عرفنا اهمية لوحة الواجهة الخارجية، تعالوا نشوف ايش المعلومات الواجب توفرها حتى احول هذه الواجهة لواجهة تنفيذية. احتاج المحاور، المحاور نرسمها في اعلى الواجهة اوكي بنفس وشكل وحجم المحاور الموجودة في المساقط. اي يتم رسم المساقط رسم المحاور قصدي طبقا لاتجاه الواجهة الرئيسية. بالنسبة للمسقط التنفيذي بايش حتفيدنا المحاور هذه؟ حتفيدني باني اقدر احدد واتخيل اماكن العناصر الانشائية وعلاقتها بالفتحات والبارز والغاطس. كيف انا واخذ الواجهة الشرقية، انا واخذ الجزء هذا انا شايف بهذا الاتجاه، فهاخذ المحاور
المقابلة لي، فهاخذ المحاور هذه. اوكي وهقلبها، وبعدين هاخذها بعدين أبدأ بس أنضف الزيادات هذه. أو حتى أخليها تخترق الوجه، يعني ما أعتقد إنها مشكلة. أوكي بس أعدل، أقلب الحروف هذه وأعدلها عشان أقدر أفهم الوجه. هذه المحاور. أحتاج كمان أبين الارتفاعات اللي هي الأبعاد الرأسية الخارجية، وهي نوعين، خارجي تنحط جنب الواجهة، وداخلي تنحط على الواجهة نفسها. الأبعاد الخارجية عبارة عن خطين جنب بعض. الخط الأول ممكن اعتمد بطريقتين، اما انه اخليه يحدد لي ارتفاعات الادوار، يعني بالشكل هذا، اما انه يحدد لي ارتفاعات الادوار وبعدين عندي خط خارجي جنب الخط هذا، يبدأ من مستوى 0.0 مستوى الأرض. في مشكلة في الأبعاد، سأعود بس بغير نوع الخط، بس بشيل هدول. أحدد ارتفاعات الأدوار، أوكي، أو إني أحددها مناسيب، زي نفس فكرة المسقط، إني أستخدم المناسيب. طبعاً في المسقط لها شكل، وفي الواجهة لها شكل آخر. هذا شكل المنسوب في الواجهة. اني انا حاجة هنا واقول له هذا منسوب 0.0، وبعدين ابدأ احسب بعد ما اوصل لهنا كم حيكون المنسوب، اجمع هنا حيكون منسوب كذا، منسوب الجراوند فلور وهكذا. هذه الموضوع المناسيب، وبإمكاني طبعا أن أجمعهم الاثنين مع بعض. أنا شخصيا أفضل الطريقة الثانية هذه، الطريقة الأولى. مسألة المناسيب هذه ما أحسها مهمة. وطبعا وجنب الأبعاد هذه في بعد كلي، ياخذ لي بداية المبنى من مستوى المشايات إلى أو مستوى الأرض أو مستوى 0.0 إلى أعلى نقطة في نهاية المبنى. هذه الأبعاد الخارجية.
أما الأبعاد الداخلية فهي عبارة عن خط واحد يوضح لي ارتفاعات الفتحات والبروزات وأي تشكيلات في الواجهة مثل الكرانش. يعني أنا ممكن أبدأ الخط الداخلي من هنا، طبعا هحتاج إني أصغر الباك شوي عشان تبان تفاصيله. أبدأ ممكن أحدد ارتفاعات النوافذ، المسافة بينها وبين النافذة الأخرى، التشكيلات هذه مثلا ممكن أحددها إلى هنا، الزخارف هذه، كل التفاصيل هذه. لاحظوا عبارة عن خط، هو خط واحد بس لأن الأبعاد كبيرة نحتاج نصغرها بس علشان تكون بشكل ملائم ومناسب. طيب أحتاج كمان أوضح أنواع التشطيبات، تكلمنا عنها، بس في طريقتين لتوضيح التشطيبات. إما إنه هستخدم معينات أو دوائر داخلها أرقام، الأرقام تشير إلى نوع التشطيب. بس طبعا إذا اتبعت هذه الطريقة أكيد هحتاج جدول لعرض التشطيبات المستخدمة. أما الطريقة الثانية وهي الأكثر انتشارا، إني أكتب نوع التشطيب مباشرة، يعني بنفس الشكل هذا باستخدام ليدر يشير إلى الجزء المراد توضيح تشطيبه. يعني مثلا هنا أنا ممكن أقول decorative concrete corniche أو كورنيك، ممكن كمان أحدد إن هذا زجاج وألومنيوم. ممكن أقول مثلا هل أنا هستخدم في الواجهة هنا هستخدم حجر أو هستخدم دهان عادي. أكتب كل الأمور هذه، كل شيء داخل الواجهة، التشطيبات المختلفة ضروري إني أنا أوضحها بهذا الشكل. أو مثل ما قلنا إن أنا برسم دوائر فيها أرقام، بس إذا اتبعت هذه الطريقة هحتاج إنه في النهاية لازم يكون عندي جدول هنا عشان أشوف رقم واحد معناه إنه كذا كذا، رقم اثنين يشير إلى كذا، أو إنه ممكن أستخدم حروف حسب استخدامك للرمز. طيب ممكن كمان إني أحتاج أبين أبعاد أخرى موجودة في الواجهة، يعني مثلا ممكن أحتاج إني أوضح كم نصف القطر هنا، ممكن أحتاج إني أعرف بعض الأبعاد هنا مثلا العمود، كم التفاصيل هذه مثلا. أوكي طيب، في كمان حاجة ممكن إنها تكون موجودة أحيانا، إحنا نحتاج إني أنا مثلا أسوي تفصيلة في الجهة هذه عشان أشوف طريقة التنفيذ، فبستخدم شكل دائرة، التكست الأول يحدد لي رقم التفصيلة في أي صفحة، بيج نمبر طبعا. فأنا باخذ مثلا أحدد على الجزء مثلا المنطقة هذه، فأنا بقول للمشاهد أو بقول للي هينفذ انظر إلى تفصيلة رقم 7 في صفحة 14. طبعا لازم يكون عندي التمبلت الخاص اللي أنا حطبعه عليه. طيب أعتقد هذا كل شيء بخصوص التنفيذية في الواجهة. خلينا نرجع، طبعا الألوان صعب ان احنا نشوف الواجهة. على العموم قبل الختام بس احب اشير الى نقطة مهمة، انه ضروري على الرسام المعماري الجيد انه يكون قادر على رسم واجهات من خلال صورة. احيانا كثير العميل
يصور واجهة معينة تكون عجبته أو شيء، أو إنه يشوف واجهة في مجلة معمارية مثلا ويطلب من المهندس نفس تصميم الواجهة، أو يطلب بعض عناصر هذه الواجهة. عشان كده ضروري إن الرسام يكون قادر على تحويل أي شكل مرسوم في صورة إلى شكل مرسوم بالأوتوكاد. أنا ذكرت كل الأمور اللي ممكن الرسام يتعرض لها، وأتمنى المحاضرة هذه تكون مفيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.